جونز ستربلي فاير، حكينا انه في اسباب كثيره بتستدعي استخدام اكثر من مرحله عدا عن استخدام مرحله واحده، انها بتحسن من خصائص الترانزستور واهمها الجينز، بتزيدهم بشكل كبير كثير. في الطرق طبعا احنا بنقدر نستخدمها حتى نوصل الستيجز مع بعض. بالعاده بنستخدم شيء بسموه ار سي كابلينج، يعني بتكون المراحل مربوطه مع بعض باستخدام كاباستر زي ما احنا شايفين هون. أو هذه طبعا هذه تحليلها كثير سهل، بس المشكله الدائره اللي موجوده هون زي الدايركت كابلينج، هاي مشكلتها انه في الدي سي اناليسيز بيستدعي انه لما تيجي تعمل تحليل الدائره هاي بالدي سي اناليسيز بتشوف انه البايس تبع طبعا للكيو 2 بتاثر من طبعا الجهد المتكون على طرف الكوليكتر هون. هذا راح نشوفه اللقاء الجاي ان شاء الله. طبعا في المالتي ستيج، في اول نوع راح نتكلم عنه، تكلمنا عنه اللقاء اللي فات، هو الكاسكيد كونفيجريشن. بهذا الشكل دائما بكون المرحله الاولى مع المرحله الثانيه بيكونوا موصولين مع بعض على التوازي زي ما انا شايف هون، واضح كيف. هلا مهم جدا اذا بدنا نحلل اي كاسكيد مالتي ستيج امبليفاير سيركت، ناخذ كل امبليفاير على حده، بنحسب له البارامترز باستخدام السمول سيجنال اناليسيس. بعد ما ننتهي بنرسم التو بورد سيستم لكل مرحله، بعدين في النهايه بنيجي بنربط مصدر التغذيه مع الار ال مع التو بورد سيستم للتو ستيجز، فبتطلع الدائره بهذا الشكل، واضح كيف. في حكينا حاجه مهمه كمان في الامبليفاير سيركت، لانه هذه من احد الخصائص المهمه اللي هي الفريكونسي ريسبونس. مرات بتقول انه مثلا هذا النوع له فريكونسي ريسبونس جيد ونوع ثاني الفريكونسي ريسبونس سيئه. حكينا اللقاء اللي فات انه دائما تاثير تغيير الفريكونسي، تغيير التردد له تاثير مباشر على الكاباسيتيف رياكتنس. زي ما انا شايف هون الكاباسيتيف رياكتنس بتاثر بشكل مباشر بالفريكونسي. طبعا هذه الكاباسيتيف رياكتنس في النهايه راح تاثر على الجينز، فعشان هيك لو جينا مثلا اخذنا اي امبليفاير وصرنا نزيد بالتردد عليه، فلنفرض باستخدام فريكونسي جنريتر من الزيرو هيرس للواحد ميجا هيرس، راح يطلع معانا الجين بهذا الشكل. طبعا الجين هو عباره الفريكونسي ريسبونس، هي العلاقه اللي بتربط بين الجين زي الفولتج جين اللي موجود هون ريلاتيف تو الفريكونسي. بس طبعا الفولتج جين لازم يكون بالديسيبل، حكينا انه في اسباب كثير تستدعي استخدام الديسيبل عدا عن استخدام اللينير سكيل. الديسيبل هو بيعتمد على اللوغاريتميك سكيل، بينما في شيء سابق كنا نتكلم عنه اللينير سكيل، هذا مش مستخدم من مره في الامبليفايرز. فانه احد الاسباب زي ما احنا شايفين انه الفريكونسي ريسبونس دائما الجين بيكون هون بالديسيبل، واضح كيف. فبنشوف انه هذا الامبليفاير دائما بعطي مثلا اعلى تردد، عفوا اعلى قيمه جين بتكون عند الريزونانس فريكونسي. لاحظ بتكون الجين اللي موجوده عند اللور او الابر كات اوف فريكونسي متساويه، بتساوي تقريبا باللينير سكيل 70.7% من الماكسيمم جين، واضح كيف. فعشان هيك دائما يفضل لو بدك تستخدم امبليفاير تكون الفريكونسي اللي بدك تطبقها على الامبليفاير وذن ايش الباند ويدث تبعت الامبليفاير هذا. طبعا الباند ويدث هي عباره عن المسافه اللي بتفصل بين الابر كات اوف فريكونسي واللور كات اوف فريكونسي. كل ما كانت المسافه الفاصله بينهم هاي كبيره في الامبليفاير، كل ما بنحكي انه الفريكونسي ريسبونس تبعته جيده. في نوع انواع امبليفايرز بتكون الباند ويدث قليل كثير، فهذه شو بنحكي عنها الفريكونسي ريسبونس تبعتها قليل كثير. فما بصير برضه كمان انه انا مثلا اجي اطبق فريكونسي، يعني اجي استخدم استعين بامبليفاير اللي الفريكونسي ريسبونس اللي موجوده هون حكينا عنها اللقاء اللي فات، انه تكون الفريكونسي اقل من اللور كات اوف فريكونسي. اذا كانت اقل من اللور كات اوف فريكونسي شوف قديش الجين بيكون قيمته كثير قليله، مفهوم كيف؟ او مثلا يكون التردد عندي اعلى من الابر كات اوف فريكونسي، شو اللي بصير في المنطقه هذه؟ لاحظ كيف الانهيار، كل ما بزيد الفريكونسي هون بعد الابر كات اوف فريكونسي اللي بصير انه الجين بنخفض بشكل كبير كثير، واضح كيف. فدائما يفضل اي تردد يكون دائما احسن شيء اقرب، يكون قريب جدا من الريزونانس فريكونسي او موجود بين الابر واللور كات اوف فريكونسي، موجود في الرينج تبع الباند ويث للامبليفاير. حكينا انه في حاجات
أسباب كثيرة بتستدعي استخدام الديسيبل جين عدا عن استخدام اللينير. الديسيبل جين بيعتمد على اللوغاريتميك سكيل عدا عن اللينير سكيل. أحد هذه الأسباب حكيتها هون إنه مرات يعني الواحد لما بده يضاعف الصوت سماعه للصوت مثلا في للأمبليفاير بده يضطر يعطيه جهد 10 أضعاف القيمة اللي كان معطيها المرة الأولى عشان بس يحس الصوت انه ضعف عندنا. فهذا الدليل انه احنا السمع عندنا بيعتمد على الديسيبل، هو عباره عن يعني بيعتمد على اللوغاريتميك سكيل وليس اللينير سكيل. يعني ما بدي واحد يفكر مثلا انه احنا لما بتضاعف تقول ضعف الصوت يعني بس فقط ضعف الجهد، لا، بتضطر تزيد قيمه الجهد على الامبليفاير او السبيكر مثلا 10 مرات حتى في النهايه تسمع، تخيل تسمع الصوت متضاعف معك مكبر. واضح كيف؟ عشان كل الصوتيات، أجهزة الصوت، كل الأمبليفاير زي السيجنال أمبليفاير أو الأوديو أمبليفاير كلها بتكون معطية in terms of decibel gain. ففي عندنا صيغة رياضية أنا معطيك إياها هون، هذا الديسيبل فولتج جين والديسيبل كرنت جين، هاي الصيغة الرياضية تبعته، هاي بتمكنك تحول اللينير ديسيبل اللينير جين عفوا بالاي في او الاي اي لديسيبل جين. بينما الباور جين طبعا الصيغه الرياضيه تبعته شوي مختلفه، بدل ما احنا ضاربين ب 20 بتكون هون ضاربه ب 10. مفهوم كيف؟ حكيت سابقا كمان انه لما يكون في عندي عده مراحل بدك تحسب الديسيبل جين، بالعاده بتاخذ كل مرحله على حده بتحول فيها اللينير جين لديسيبل جين زي ما احنا شايفين هون. حاولنا عملنا الكونفرجن للستيج الاول والثاني والثالث، في النهايه لما بتطلع اوفر اول جين الديسيبل جين اوفر اول ديسيبل جين، هون بتضطر تجمع جمع ما بتضرب ضرب. واضح كيف؟ فزي ما احنا شايفين هيك، هي الاي في توتال بالديسيبل بتكون حاصل جمع الديسيبل جين على الستيج الاولى زائد الديسيبل جين على الستيج الثانيه زائد الديسيبل جين على الستيج الثالثه. واضح كيف؟ في مثال حكيت عنه اللقاء اللي فات، يعني بس اخذنا تناولنا الجزء الاول في كيف حساب الانبوت امبيدنس، اليوم بدنا نكمل للاخر. هذا عباره عن مالتي ستيج ار سي كابل امبليفاير، بيحتوي على مرحلتين، المرحلتين هذول ايدنتيكال تو ايتش اذر. لاحظ كيف المقاومات مع الترانزستور مع مصدر التغذيه في المرحله الاولى نفسه نفس المرحله الثانيه، هذا بيسهل علي التحليل بشكل كبير. طبعا هذه فولتج ديفايدر، هذا بي دي تي بيست فولتج ديفايدر كونفيجريشن، محطوط في وضعيه كومن ايميتر لانه السيجنال سورس مطبقه على البيز والاوتبوت ماخوذ من طرف الكوليكتر. اذا افكتفلي شو المشترك راح يكون بين الانبوت والاوتبوت، بين السيجنال سورس والاوتبوت اللي هو طرف الاميتر. هلا لاحظ هون انه الكباستر سي 3 وسي 4 راح نعمله باي باس على الكومن ايميتر كونفيجريشن، فهذا بيسهل عليه التحليل بشكل كبير كثير. الميزه في وجود هذا الكباستر بيخلي الجيم دائما قيمته عاليه. لما كنا اخذنا سابقا احنا الدوائر اللي ما بتكون ان باي باس ما بتحتوي على باي باس كباستر سي 3 بيطلع دائما الكرنت جين والفولتج جين لهم قيم قليله. واضح كيف؟ فبالعاده الاسئله لهذه الدوائر بتكون انه بعطيك معطيات كثيره حتى يمكنك في النهايه من انك ترسم الدائره. فالخطوه الاولى كان مطلوب من نرسم الدائره بهذا الشكل. واضح كيف؟ هلا الخطوه الثانيه مهم كثير، هي انا هون كيف مسوي يعني حاطط الريكويرمنت والسوليوشن بيجي بعده مباشره. هاي الريكويرمنت الاول خلصنا منها. بخصوص الريكويرمنت الثاني مهم جدا، حكينا دائما لازم قبل ما ترسم الدائره النهائيه اللي موجوده هون لازم يكون في عندنا بريليمينري سيركت، لانه للاسف يعني شفنا احنا في الكوز الثاني لما اعطيتكم دائره شويه شكلها غير شكل، كنت اشوف حاول اشوف حدا محللها باسلوب يعني محاول يرسم الدائره باسلوب تحليلي بس قليل اللي جابوها صح. فمهم جدا يعني شايف انه خطوه بسيطه بس لازم تعملها، لازم تعملها. فزي ما شايف هون اول خطوه دائما في الاي سي اناليسز اي كابستر موجود عندي بنعمله شورت سيركت، وبرضه بنطبق السوبر بوزيشن تكنيك على مصدر التغذيه، فهيك الدائره بصير شكلها. هلا بعد هيك بتيجي بتحول كيو 1 والكيو 2 بتحط محلهم السمول سيجنال ايكوفلنت موديل او الهايبريد ايكوفلنت موديل. واضح كيف؟ الهايبريد ايكوفلنت موديل لكيو 1 وكيو 2 مع وجود العناصر هاي، طبعا الدائره هيك راح يكون شكلها، بس حتى نفهمها بالضبط
طلع علي، لاحظ انه مثلا خلينا نجي ناخذ كيو واحد، طرف البيز للكيو واحد واضح في عليه ثلاث عناصر ار واحد وار اثنين مع الار اس. هلا لما نيجي نقول لو واحد ار واحد وار اثنين بيجوا مع بعض على التوازي، انا متاكد لهلا فيش حد عنده اي مشكله في هذا المفهوم. دائما ار واحد وار اثنين هون زي ما انا شايف جاي مع بعض على التوازي، لانهم مشتركين في طرف البيز ومشتركين الاثنين برضه في طرف الجراوند. واضح كيف؟ هلا لما تيجي تحطهم تقول ار واحد على التوازي مع ار اثنين جايين مع السيجنال سورس، مع السيجنال سورس الفي اس من خلال الار اس، فهيك الرسمه بتكون معنا منطقيه جدا. هلا طرف البيز، شوف كيف طرف البيز دائما بيكون في عليه شورت سيركت انبوت امبيدنس بهذا الشكل. لاحظ هون الدائره هاي كومون ايميتر، يعني الايميتر تيرمينال وين جاي على الجراوند، شايف كيف هاي الايميتر جاي على الجراوند. واضح كيف؟ انا هون السفكس اللي مستخدمها سمول لتر عشان افهمك انه هاي الدائره اي سي سيجنال او سمول سيجنال سيركت، مفهوم كيف؟ طيب هلا المخرج تبع كيو 1 من طرف الكوليكتر، لاحظ انا لو جيت اطلعت على البيز تبع الكيو 2 بلاحظ انه في عليه كم عنصر جاي مع بعض على التوازي. ار 1 اكيد هون جاي مع ار 2 على التوازي زي الحاله الاولى زي الستيج الاولى، بالاضافه لوجود ار سي. لاحظ كيف ار سي برضه كان جاي معهم على التوازي، ليش؟ لانه الار سي والار 1 والار 2 الثلاثه مشتركات في طرف البيز وفي نفس الوقت مشتركين في طرف الجراوند، مفهوم كيف؟ فاذا عندي انا بدك تحط يعني الايكوفلنت موديل، ايكوفلنت سيركت موديل لكيو 2 مباشره، تحط ملاصق لكيو 1 بدون ما يكون في عندك بينهم الاثنين ثلاث عناصر جايين على التوازي مع بعض. فلاحظ كيف شو هم الثلاث عناصر ار 1 وار 2 والار سي، فهي لاحظ كيف ار سي وار 1 وار 2، بعدين بتحط الايكوفلنت الهايبريد ايكوفلنت موديل للترانزستور. هلا على مخرج الهايبريد ايكوفلنت موديل للترانزستور او مخرج للترانزستور كيو 2 كم عنصر في عندي انا هون؟ في عندي عنصرين الار سي والار ال، لاحظ كيف جايين مع بعض نفس الشيء برضه جايين على التوازي لانهم مشتركين في طرف الكوليكتر ومن الجهه الثانيه جايين مع الجراوند. لاحظ هيك الدائره بصير شكلها، واضح كيف؟ هذه الهايبريد ايكوفلنت عفوا السمول سيجنال او الفاينل سمول سيجنال ايكوفلنت سيركت لدائره المالتي ستيج ار سي كابلد امبليفاير، مفهوم كيف؟ هذه رسمناها لأن السؤال كان مطلوب انه نرسمها. الخطوه اللي بعدها بدنا نطلع الاوفر اول انبوت امبيدنس. طبعا الانبوت امبيدنس دائما هي عباره عن الممانعه اللي بيشوفها السيجنال سورس لوكينج لما بتطلع السيجنال سورس على مدخل الامبليفاير. طبعا هون سهل جدا الاوفر اول، خلينا نتفق مع بعض على حاجه كثير مهمه انه الاوفر اول انبوت امبيدنس حكينا هي عباره عن الممانعه اللي بيشوفها السيجنال سورس لما بتطلع على ايش العناصر الداخليه تبعت الامبليفاير. ايش راح يشوف؟ طبعا هذا الحكي اكيد بمعزل عن الار اس، الكل متفق معي على هاي النقطه. فاللي راح يشوف انه ار 1 وار 2 مع الشورت سيركت انبوت امبيدنس لكيو 1 هم هذول بيمثلوا لما ناخذهم كلهم مع بعض على التوازي، هذول كلهم بيمثلوا الاوفر اول انبوت امبيدنس لكل المالتي ستيج امبليفاير سيركت. واضح كيف؟ فهون وين هي؟ هي لاحظ كيف ار 1 على التوازي مع الار 2 مع الاتش اي اي. بس هون في عنا بخصوص الشورت سيركت انبوت امبيدنس مش موجوده معانا، نعرف احنا انه في الكومن اميتر دائما بتساوي الثيرمال فولتج مقسومه على البيز كرنت. بتسهل علي السؤال انه معطيني في المثال معطيني قيمه الكوليكتور كرنت. ايوه جاهز، كل اللي بدي اعمله بس بحوله لبيز كرنت. طبعا احنا حكينا سابقا انه البيتا دي سي او الاتش اف اي نفس الشيء تقريبا بكونوا 150، فهي بتقسم البيز كرنت تساوي الكوليكتر كرنت مقسوم على معامل التكبير بيطلع مع البيز كرنت. هلا هذا البيز كرنت بعوضه في المعادله هاي حتى نحسب الشورت سيركت انبوت امبيدنس. بعد ما ننتهي باخد الشورت سيركت انبوت امبيدنس بعوضها هون حتى تطلع معي الاوفر اول انبوت امبيدنس قيمتها. يعني هي مشكله في دائما المشكله في البي جي تي امبليفايرز انه انت قديش الواحد بيجتهد يكبر ار 1 وار 2 عشان يزيد الانبوت امبيدنس، بس دائما بيضل في مشكله انه الشورت سيركت انبوت امبيدنس اذا كانت كثير قليله هي اللي راح تخلي الانبوت امبيدنس تقل بشكل كبير كثير. فهذه التحكم فيها مش سهل يعني، واضح كيف؟
دائما اذا بدك تخلي بعيد بحكي تخلي الاوفر اول انبوت امبيدنس او الانبوت امبيدنس بشكل عام للبي جي تي بيست امبليفاير سيركت، بدك تاخذ ثلاث اشياء بعين الاعتبار. اذا كانت الكونفيجريشن مثلا عندي فولتج ديفايدر، بدي اضطر اكبر مقدار ار 1 وار 2، واضح كيف، وتخلي كمان قيمه البيز كرنت هون جدا قيمته قليله. اذا خلينا البيز كرنت جدا قيمته قليله ففي امكانيه نكبر الشورت سيركت انبوت امبيدنس، بس بضل لها رينج، يعني ما بتزيد مثلا فوق ال 10 كيلو اوم، بضل تقريبا حوالي اكثر شيء يمكن 5 كيلو اوم. فعشان هيك الشورت سيركت انبوت امبيدنس بشكل عام في البي جي تي بيست امبليفاير سيركتس بتكونش يعني منيحه كثير مقارنه مثلا مع الفيت امبليفاير. الفيت هذاك ممتاز كثير، بعطينا انبوت امبيدنس، انت بتتحكم بالانبوت امبيدنس باستخدام مثلا الجيت ريزيستر بكل بساطه، هلا راح نشوفه في المثال الثاني. طيب هلا حسبنا الانبوت امبيدنس، اوكي الخطوه اللي بعدها بدنا نوجد الاوفر اول، هي الريكويرمنت الثالثه انتهينا منها. تعال تشوف الريكويرمنت الرابعه، كالكوليت ذا اوفر اول اوتبوت امبيدنس. هلا حتى نوجد الاوتبوت امبيدنس في نقطتين مهمات لازم ناخذهم بعين الاعتبار. نعمل كل على الفولتج سورس هون، والار ال دائما انفينيتي، انفينيتي مفهومها في الدوائر الكهربائيه بتكون اوبن سيركت، واضح كيف. هلا في ملاحظه بضلني اعيد وازيد فيها، حكيناها مرات كثيره سابقا لحد الان، يمكن بدي اضطر اعيدها بس وش حدا يكون لهلا مش منتبه لها، انه لما نعمل كل على الفولتج سورس هذا التيارات هذول بتاثر بشكل كبير جهد مصدر التغذيه، بس اذا كان جهد مصدر التغذيه قيمته صفر يعني حولناه لشورت سيركت، التيار مثلا الاي بي هون المفروض حطيته قيمته صفر، فاذا كان البيز كرنت هون قيمته صفر الكوليكتر كرنت برضه بده يكون قيمته صفر، مفهوم كيف؟ نفس الشيء بخصوص يعني هذه الهايبريد ايكوفلنت موديل للبي جي تي 1 وبي جي تي 2 التيارات عليهم كلهم بصفر عندي. هلا بالنسبه للكرنت سورس الديبندنت كرنت سورس اللي موجود هون، احنا كنا دائما نسوي في الدوائر الكهربائيه في مثلا في مساق الدوائر الكهربائيه لما نشوف ديبندنت سورس ما كنا نعمل عليه كله الا اذا كان ميؤوس منه، زي الديبندنت سورس اللي راح نشوفه هون. هذا احنا كنا نخليه نقول انه مثلا بنطفي مصدر التغذيه من جهه، ومن الجهه الثانيه اللي بالقيمه اللي بدك من المكان اللي بدك تحسب منه الامبيدنس بتطبق تيست فولتج سورس او تيست كرنت سورس. هلا لو واحد فيكم عملها مثلا حط تيست فولتج سورس هون، واضح لسه الديبندنت امبيدنس ما راح يعمل، ما راح يصير عليها دي اكتيفيشن، ما راح تشتغل معي، واضح كيف. عشان هيك بنقدر نعملها زي اندبندنت. لما تكون اندبندنت بكل بساطه اي يعني اي مصدر تيار، اوكي لما نعمل عليه كل بصير اوبن سيركت، واي مصدر جهد بصير عباره عن شورت سيركت، مفهوم كيف. عشان هيك انا لاحظ كيف الديبندنت كرنت سورسز هاي وهاي لانهم بيعتمدوا الاوتبوت كرنت تبعهم اللي هو عباره عن الكوليكتر كرنت افكتفلي بيعتمد على البيز كرنت، والبيز كرنت على اي جهه جاي على جهه الانبوت اللي هون. انا لما باجي بطبق تيست فولتج او تيست كرنت سورس وين بحطه؟ على الاوتبوت، بس لسه هذا الاوت يعني الجهد اللي موجود على الاوتبوت ما راح يقدر يشغل المصدر الكرنت سورس هاي او الكرنت سورس هاي، فشو بصيروا في النهايه؟ اكيد راح يصيروا معي اوبن سيركت، واضح كيف؟ لانه اي تيار بصفر بيعدي مثلا في مصدر التيار هذا الموجود راح يخليه ايش؟ اوبن سيركت، فهيك الدائره بصير شكلها. هلا لما نيجي نحسب الاوتبوت امبيدنس سهله جدا بكل بساطه بتساوي قيمه الار سي. فانت هون اذا واحد بده يقلل الار الاوتبوت امبيدنس بس كل اللي بتسويه انه تختار قيم ار سي قليل كثير، مفهوم كيف؟ بس في نفس الوقت ما تخليها تاثر نيجاتيفلي على اداء الترانزستور، لانه الار سي اذا خفضناها بشكل كبير كثير شو راح تخلي؟ راح تصير تزيد الكرنت على الكل التيار، تزيد التيار اللي ماشي في هذا المسار بشكل انه يمكن يكون اعلى من الريتد، تكون الاكتوال فاليو اعلى من الريتد فاليو، فيمكن تحرق الترانزستور، واضح. فاحنا بنزيد بنقلل من الار سي بس في نفس الوقت بنخلي شيء التيار يزيد بشكل كبير بحيث انه في النهايه يمكن يخرب الترانزستور، هذا لازم نتجنبه، مفهوم كيف؟ هي هلا حسبنا الاوتبوت امبيدنس. الريكويرمنت اللي بعدها انه draw the two port system for the amplifier showing this parameter on each stage. شو هذه؟ مش فاهم. We have to draw the two port system for each stage. بده
خد، طب اوريدي رسمناها للشيء. طب استنى شيء بس افهم شو هذا. بده هلا لازم نحسب، احنا بناخذ كل هذا الريكويرمنت بقول انه خذ كل مرحله بمعزل عن الثانيه، احسب لكل مرحله 3 اشياء هذول، الاي في نو لود، الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس، مفهوم كيف؟ هاي اخذنا المرحله الاولى، ليش هاي ستيج واحد؟ لانها جاي مع مصدر التغذيه، واضح دائما ستيج اثنين بتكون جاي قريبه من اللود امبيدنس اللي بتكون هون. لاحظ كيف طلع كيف الترتيب، هذا الجهه اللي موجوده قريبه من مصدر التغذيه، هذا ستيج رقم واحد، دائما الترتيب بيكون من اليسار لليمين. ستيج رقم اثنين المرحله اللي بتكون مربوطه مع اللود امبيدنس، واضح؟ وستيج رقم واحد دائما المرحله اللي بتكون مربوطه مع مصدر التغذيه. اذا اخذنا المرحله الاولى هون، هاي المرحله الاولى لحالها، جينا طبقنا عليها السمول سيجنال اناليسيز حتى نطلع البارامترز. لما نطلع هاي البارامترز بصير في امكانيه نحولها لتو بورت سيستم زي ما انا شايفه هون. لاحظ كيف ايجاد، بخصوص ايجاد الاي بي نو لود والزد انبوت والزد اوتبوت، انا تكلمنا عنه مرات كثير المحاضرات السابقه، مفهوم كيف؟ بس انا يمكن اضطر نكررها هون. هلا الانبوت امبيدنس ايش بنضطر ناخذ؟ ار 1 مع ار 2 مع الاتش اي على التوازي، هي حسب قديش طلعت 1671. بخصوص الاوتبوت امبيدنس حكينا راح يكون قيمته ار سي، هي 5.1 كيلو. هلا النو لود فولتج جين، دائما في النو لود فولتج جين في نقطتين مهمات حكينا، الار اس نعتبرها شورت سيركت يعني زيرو ام، والار ال تعتبر اوبن سيركت يعني انفينيتي ام، واضح؟ فشو بصفي من هاي الدائره؟ بصفي هاي الشكل الموجود عندي اياه هون، لا موجود عليه لا ار اس ولا ار ال. طبعا هدول الار اس والار ال دائما بيكون ما لهم تاثير على النو لود جينز، سواء كان نو لود فولتج جين او نو لود كرنت جين. فلاحظ لو كان مثلا، حتى لو واحد فيكم اجى رسم لود امبيدنس هون، مفهوم كيف؟ وحاط كان الار اس موجوده هون على المدخل وطلب منه يحسب نو لود فولتج جين او نو لود كرنت جين، فدائما بكون الجينز هذول لما تيجي تحسبهم بكونوا بمعزل عن تاثير الار اس والار ال. فزي ما انت شايف يعني انا مش حاططهم هون، مفهوم كيف؟ هلا لما جينا حسبنا الفولتج جين، الاوتبوت فولتج هون راح تكون قيمته دائما اي كومن ايميتر ستيج سنجل ستيج لحالها، دائما الفولتج جين بياخذ اشاره سالبه، لانه هذه الاكتوال فولتج بولاريتي وهذه عباره عن، عفوا هاي الاسيومد فولتج بولاريتي وهي الاكتوال فولتج بولاريتي، لما تكون الثنتين متعاكسات بتكون الاوتبوت فولتج تاخذ اشاره سالبه. فالاوتبوت فولتج لو جينا سالنا اي حدا منكم بكل بساطه بده يساوي قيمه التيار. طبعا هون تدير بالك التيارات هاي لازم نعملها استابلشمنت، كيف بنسوي؟ لازم ترجع مصدر التغذيه، لانه بوجود بدون وجود مصدر التغذيه ما بتقدر تشكل التيارات هاي اللي هم البيز والكوليكتر كرنت على الهايبريد ايكوفلنت موديل، مفهوم كيف؟ فاللي شايفه انا هون انه الاوتبوت فولتج بكل بساطه راح يساوي التيار تبع الديبندنت كرنت سورس اللي هو الاتش اف اي في الاي بي مضروبه في الار سي، بيطلع معي الاوتبوت فولتج. هي واضحه، هي مكتوبه هون. اوكي بس ليش انا هون هي الاي سي في الار سي، بس لسه هون حاط اشاره سالبه، بس لازم ابلش احطها من ايكويجن رقم 2. استنى شوية، عندي إشارة سهلة. يلا هي الإشارة السالبة، واضح؟ هلا الكوليكتر كرنت علاقته مع البيز كرنت بهذا الشكل، احنا لازم يكون التيار في الاوتبوت والانبوت فولتجز عبارة عن بيز كرنت، لما اذا كان كوليكتر لازم نحوله، ففي النهاية الاوتبوت فولتج الصيغة النهائية اللي بتكون بهذا الشكل. هلا الانبوت فولتج هون بكل بساطه شو بدي يساوي؟ بدي يساوي عباره عن البيس كرنت مضروب في الاتش اي اي، واحد ثاني اجى قال لا انا بدي اخذها طريقه ثانيه، بده يفرض تيار انبوت كرنت هون وياخذ العلاقه بين البيس كرنت والانبوت كرنت باستخدام الكرنت ديفايدر رول، وبعدين يجي يقول لي مثلا الانبوت فولتج بدي اقول يساوي الانبوت امبيدنس، واضح؟ في الانبوت كرنت ويحط الصيغه النهائيه، في النهايه راح يطلع معك نفس الجواب، يعني سواء واحد بعيد بحكي قال سواء واحد استخدم الصيغه الرياضيه اللي بتكون حاصل ضرب الانبوت امبيدنس في الانبوت كرنت، او واحد قال بتساوي البيس كرنت في الشورت سيركت انبوت امبيدنس،
الفولتج جين في الحالتين، عفوا الانبوت فولتج في الحالتين راح يضل، راح يكونوا نفس القيمه، نفس ما بتغير. فاسهل شيء انا الانبوت فولتج هون شو بدي اسوي؟ الاي بي في الاتش اي اي ثريشولد، هي لما نقسمهم على بعض نعوضهم. هلا انتهوا، هلا خلصنا من احنا من معادله 4 و5 بنقدر نعوضهم بشكل مباشر في معادله رقم 1. واضح كيف؟ فبتطلع معي الصيغه الرياضيه بهذا الشكل. لما الاشاره السالبه عرفنا ليش؟ لانه هذا كومن اميتر. نعوض الارقام فبتطلع معي الفولتج جين، نو لود فولتج جين للمرحله الاولى قديش قيمتها؟ 302.5. هلا شو، هلا شو التحليلات اللي اجريناها على المرحله الاولى؟ ما في داعي تجيها على المرحله الثانيه من مره لسبب بسيط، انه لا تنشوف، لان المرحلتين يعني هي ايدنتيكال تو ايتش اذر. واضح ار 1 وار 2 نفس قيم ار 1 وار 2 على المرحله الثانيه، والار سي والار اي. فهون خلص يعني التحليل اللي اجريناه على المرحله الاولى نفسه نفس التحليل بتجي على المرحله الثانيه. متى بتعمل تحليلين؟ اذا كانت مثلا القيم اللي موجوده هون زي ار 1 وار سي والار 2 والار اي مختلفه عن القيم اللي موجوده هون، بس لما يكونوا متشابهات زي ما انا شايف هيك ايدنتيكال يعني، فخلص التحليل اللي اجريته على المرحله الاولى راح يكون قيمه اللي بتطلع السمول سيجنال بارامترز نفسه نفس السمول سيجنال بارامترز الموجوده على المرحله الثانيه. ففي النهايه احنا شو بنقدر نرسم؟ سبورت سيستم لتو ستيجز بهذا الشكل. شايفين كيف؟ هي الاي في نو لود، اوه ناس حطوا اشاره سالبه. طيب لاحظ كيف هون النو لود فولتج جين هي في اشاره سالبه، بس الملاحظه خلينا اسويها. ليش نسوي؟ اي صفحه عندي؟ شوف اي صفحه، صفحه 273. اوكي هون النو لود فولتج جين للمرحله الاولى والثانيه راح يكون نفس الشيء، الانبوت امبيدنس على المرحلتين نفس الشيء، الاوتبوت امبيدنس على المرحلتين راح يكون نفس الشيء. طبعا هذول اخذناهم لما كانوا معزولين عن بعض كليا. فرسمنا التو بورد سيستم، هاي التو بورد سيستم لو بدي اجي احسب منها الاوفر اول مثلا انبوت امبيدنس، الاوفر اول اوتبوت امبيدنس، الاوفر اول فولتج جين، بقدر اعمل التحليل على هذه التو بورد سيستم بشكل سهل كثير، اسهل بكثير مما تروح تعمله واحد فيكم راح يعمله على الدائره هاي. هاي شوي تشتغل على هاي الدائره توجد مثلا الاوفر اول فولتج جين راح شوي تتخربط، بس هون اسهل لي بكثير. فالخطوه اللي بعدها انه حاكي هذه كثير كثير مهمه. هلا احنا طلعنا الفولتج جين على كل مرحله على حدا، واضح؟ بدنا نطلع هلا قديش بصير الاوفر اول فولتج جين، يعني قيمه الجين الكليه للتو ستيجز احنا معنيين نشوفها قديش تطلع معنا قيمتها. ما بدي اشوف الجين على كل مرحله لحاله فقط وهيك خلصنا، واضح؟ فاذا هون طالب السؤال ريكويرمنت 6 كالكوليت ذا اوفر اول فولتج جين فور ذا انتاير مالتي ستيج امبليفاير سيستم. هلا هون ملاحظه كثير كثير مهمه، الاوفر اول لاحظ كيف المراحل هون مربوطه مع بعض. فلما تيجي تطلع الجين على المرحله الاولى راح يكون الجين تبع المرحله الثانيه مربوطه مع المرحله الاولى. فما بصير تيجي تقول واحد فيكم يجي يقول لي انه الاوفر اول فولتج جين هو عباره عن النو لود فولتج جين على المرحله الاولى مضروبه في النو لود فولتج جين على المرحله الثانيه، هذا خطا 100%. فهي موضح لك اياه هون. كثير للاسف كنا نشوف طلاب لما نطلب منهم يطلع الجين الكليه للتو ستيج سيستم شو يجي يعمل؟ يقول خلص انا حسبت النو لود هون جين والنو لود فولتج جين هون، بس يضرب القيمتين في بعض ويقول لك هي هيك الجواب. هذا الحكي غلط 100%. شو بدك تعمل؟ هلا منطقيا انت لما تيجي تحسب الفولتج جين للستيج هاي، لاحظ كيف انه الستيج الثاني ستيج رقم 1 الفولتج جين، بتلاحظ انه ستيج رقم 2 هي عباره عن اللود، هي عباره افكتفلي عن اللود اللي موجوده على ستيج رقم 1. فاذا لازم منطقيا هون تطلع اللودد فولتج جين. اللودد فولتج جين دائما بياخذ تاثير الامبيدنس اللي موجوده على مخرج ستيج رقم 1. هلا الامبيدنس اللي موجوده على مخرج ستيج رقم 1 ايش هي؟ عباره عن الانبوت امبيدنس اللي موجوده على ستيج رقم 2. مفهوم كيف؟ نفس الشيء هون لو بدي اجي اطلع الجين
لاحظ كيف انه هذه الستيج مربوطه مع الار ال، فاذا بدك تحسب فولتج جين الها لازم تاخذ تاثير الار ال، يعني لازم الجين، هلا الفولتج جين بياخذ بعين الاعتبار تاثير الار ال، فالفولتج جين هذا لاحظ كيف لما تيجي بتستخدم بتقول الاي في نو لود مضروبه في الار ال على قديش؟ الار ال زائد الاوتبوت امبيدنس على المرحله الثانيه اللي هي 5.1 كيلو، مفهوم كيف؟ فانا في الخطوات اللي موجوده هون موضح لك بالضبط شو اللي بدك تسوي. لاحظ، خلينا نشوف نقرا الملاحظات المكتوبه، بيحكي انه الاوفر اول فولتج جين از ايكوال تو ذا لودد فولتج جين على ستيج رقم واحد مالتيبلايد with the loaded voltage gain على ستيج رقم اثنين. هي كلمة loaded هون شو يعني loaded؟ انه الستيجز هاي بتشكل يعني مربوطة، عشانها مربوطة مع بعض، بعيد وبحكي loaded voltage gain على المرحلة الأولى effectively هي عبارة عن الانبوت شو اللود اللي موجود على المرحلة الأولى؟ هو عبارة عن الانبوت امبيدنس الموجود على المرحلة الثانية، واضح كيف؟ طيب خلينا نكمل هون. We have to find the AVL على الستيج رقم واحد وال AVL على الستيج رقم اثنين. طيب تعال نشوف كيف بدنا نوجد ال AVL على الستيج رقم واحد. هاي انا اخذت التو بورت سيستم على الستيج رقم واحد على حده. شو اللي حطيته؟ نفس الدائره اللي موجوده هون بالضبط، هي التو بورت سيستم نفس الارقام، هي انا معوضها هون صحيح AV نو لود ناقص 302.5 زد واحد نفس الرقم اللي موجود هون، وزد اوتبوت نفس الشيء. حاطط معهم السيجنال سورس الايكوفلنت سيركت تبع السيجنال سورس اللي ار اس مع الفولتج سورس، واضح كيف؟ بس لاحظ كيف هلا هذا الامبليفاير، هذا الستيج المرحله اللي موجوده هون، الجين لما بدك تيجي تطلع اللودد فولتج جين، واضح؟ ضروري احدد وين الاوتبوت امبيدنس على هذه الستيج. الاوتبوت امبيدنس على هاي المرحله الاولى افكتفلي هو عباره عن الانبوت انبوت امبيدنس على المرحله ستيج رقم 2. ف هي شوف كيف هي زد انبوت 2، شو بدها تساوي زد انبوت 2؟ 1671، هذا عباره عن اللود اللي موجود على ستيج رقم 1 اللي هو افكتفلي عباره عن الانبوت امبيدنس على ستيج رقم 2. فحسب المعادلات هلا بامكانك تعوض في المعادلات بشكل مباشر، انا اوريدي حسبت الاي في نو لود 302.5 زد انبوت 2 هي قديش قيمتها؟ 1671 مره في البسط ومره في المقام، وزد اوتبوت 2 قديش بتساوي قيمتها؟ 5.1 كيلو. فدائما ابدا اللود فولتج جين لازم يطلع معنا قيمته اقل من النو لود فولتج جين. فهون لاحظ قديش طلعت معي الاي في ال على ستيج رقم 1 ناقص 74.65 طلعت اقل من قديش من النو لود فولتج جين، which is good، هيك الحل منطقي، مفهوم كيف؟ هلا تعال ناخذ الستيج الثاني، اذا بدنا نحسب اللود فولتج جين على الستيج الثانيه ما بصير ناخذ الاي في نو لود ونروح نضربها بعيد وبحكي في الاي في نو لود على ستيج رقم واحد بتقول لي هي الاوفر اول فولتج جين للتو ستيجز. دائما المراحل لانها مربوطه مع بعض لازم نحسب اللود فولتج جين على المرحله الاولى واللود فولتج جين على المرحله الثانيه، ومش بالضروره يكونوا دائما متساويات لسبب بسيط، انه اللود امبيدنس على المرحله الاولى هو عبارة عن الانبوت امبيدنس على المرحلة الثانية، قديش قيمته؟ 1671. هلا إذا جينا قلنا اللود امبيدنس على المرحلة الثانية هو عبارة عن الار ال، قديش قيمته؟ 8.2. إذا هون الاختلاف بين زد انبوت 2 والار ال راح يطلع لي في النهاية جينز لودد جينز مختلفات عن بعض. فشوف هون كيف راح تصير الاي في ال 2، شو بدها تصير؟ اي في نو لود مضروبه، هاي الصيغه الرياضيه هاي اخذناها كثير في التو بورد سيستم على السنجل ستيج، بس بتعوض في الارقام بشكل مباشر، فيش داعي للاشتقاق من مره. الار ال واضح تقسيم ار ال مضروبه في زائد زد اوتبوت 2، هي زد اوتبوت 2 قديش قيمتها؟ 5 كيلو، بيطلع معي الرقم قديش قيمته؟ ناقص 186.5. فهيك حسبنا هلا اللود فولتج جين بشكل صحيح على الستيج الاولى واللود فولتج جين على الستيج الثانيه. هلا الاوفر اول جين حسب الصيغه الرياضيه اللي مكتوبه هون تيجي بتعوض اي في ال 1 مضروبه بالاي في ال 2، شو بيطلع معي الرقم النهائي؟ طلع قديش رقم الجين هون؟ قيمته جدا عاليه 13922، مفهوم كيف؟ فهذا ما بقدر احصل عليه من استخدام مرحله واحده، عشان هيك بنلجا لاستخدام
مرحلتين. هلا الميزه في الكومن ايميتر مالتي ستيج امبليفاير سيستم انه دائما بتكون الجين الفولتج جين قيمتها كثير عاليه، مفهوم كيف؟ هذه الادفانتج اللي موجوده فيها، بس فيها ديس ادفانتج انه لو كان في عندي شويه نويز موجوده هون بتقدر تستخدم فقط مرحله واحده مع المرحله الاولى، يعني بتسويها مالتي ستيج. حكينا انه ما في امكانيه نستخدم اكثر ثلاث او اربع مراحل او خمس مراحل، لانه النيجليجبل نويز الموجود عن المرحله الاولى افكتفلي راح يتكبر بشكل كبير لما يصل للمرحله الثانيه. تخيل قديش راح يكبر معنا لما يكبر لحد ما يصل بصل مثلا المرحله الثالثه او الرابعه. فبصير دائما مع الاوتبوت سيجنال بصير في معها نوع امبليتيود للنويز عالي جدا. فعشان هذا عشان هيك دائما اكثر شيء بيستخدمه ثلاث مراحل، اكثر شيء او مرحلتين في معظم الاحيان زي ما انا شايف هون، عشان نتجنب اشكاليه الامبليفيكيشن على النويز، مفهوم كيف؟ طبعا هون حسبنا الفولتج جين. ضل شيء ثاني، ضل في شويه اشياء بسيطه بدنا نشوف وين السؤال. هذا خلصنا منه، هاي الاوفر اول. هلا اخر شيء ضل حاجات ثانيه بيحسب الاوفر اول كرنت جين AILT، هي كاتب لك اياها عشان ما حدا ينسى، ذكرناها سابقا. لما نحكي AILT يقصد فيها الاوفر اول كرنت جين بس تحت تاثير ايش؟ الار ال، مفهوم كيف؟ طبعا لما اقول لك AVS او AIS هذول الاثنين بيكونوا تحت تاثير ايش؟ الار ال والار اس، مفهوم كيف؟ فالمعادلات تبعتهم نفس المعادلات اللي اخذناهم سابقا. انا هيك كاتب لك الصيغ الرياضيه، ما في داعي للاشتقاق من مره، تقدر تعوض بشكل مباشر وبيطلع معك الفيجر صحيحه. هلا الاي اي ال تي هي باستخدام، طبعا لو واحد فيكم بده يشتق ولا بوت، خلينا نيجي نشوف التو بورت سيستم. هذه الانترنال اليمنتس للتو بورت سيستم تبعت المالتي ستيج، اوكي انتبه علي هون. هلا هذه ما بتمثل الستيج الاولى ولا الستيج الثاني، هذه للتو ستيجز للمرحلتين الكليات. لاحظ كيف الانبوت امبيدنس هون هي عباره عن الانبوت امبيدنس تبعت الستيج الاولى، هي زد ان 1 قديش قيمتها؟ 1671. خلينا نشوف هي صحيح. طيب هلا الاوتبوت امبيدنس فكتب لي عباره عن الاوتبوت امبيدنس الموجود على ستيج رقم 2، عشان هيك حطيت انا زد اوتبوت 2. قديش قيمتها هون؟ 5.1 كيلو اوم. واضح كيف؟ هلا هون لاحظ كيف ما حطيت الاي في نولود زي ما كنا نسويها في السنجل ستيج، انما بتكون اي في ال تي اللي اوريدي حسبتها للتو ستيجز، لانه هذا التو هذه التو بورد سيستم بتفرجينا الانترنال اليمنتس للتو بورد سيستم في حاله المالتي ستيج امبليفاير. واضح كيف؟ في المالتي ستيج امبليفاير الجين ما بتكون الجين تبع الستيج الاولى ولا الجين تبع الستيج الثاني، وانما الاوفر اول فولتج جين. فعشان هيك الاوفر اول فولتج جين شو بكون؟ اي في ال تي. قديش حسبناه قيمته؟ وين هو؟ هي حسبناه اي في ال تي هي 13922، هي 13922، مفهوم كيف؟ الار ال في النهايه هي عباره عن اللود اللي محطوط على مخرج ستيج رقم 2، قديش قيمته؟ 8.2 كيلو اوم. والار اس هي المحطوط على مدخل ستيج رقم، ليش مش حاطط قيمتها؟ اوكي، الار اس هي عباره عن الامبيدنس الموجوده على مدخل ستيج رقم 1. فمن هذه الدائره انا مهم كثير ارسمها، بقدر اوجد بقيه الاشياء. لو واحد فيكم بده يشتق هون الاوتبوت اللودد كرنت جين تحت تاثير الار ال، يعني يلجا للاشتقاق، فبتعرف انه الكرنت جين دائما بيساوي حاصل قسمه الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. الاوتبوت كرنت هون شو بيساوي؟ البي اوتبوت على الار ال، والانبوت كرنت شو بيساوي؟ الار اس، عفوا الفي اس مقسومه على الار اس زائد الزد انبوت 1، مفهوم كيف؟ لما تقسم القيمتين على بعض بيطلع معك الشكل اللي موجود عندي اياه هون، مفهوم كيف؟ لا عفوا الانبوت، طبعا هذه الاي اي ال تي بتكون بمعزل عن الار اس، الار اس ما بتكون موجوده. فبعيد وبحكي الانبوت كرنت هون بده يساوي زد انبوت 1 على الفي اس، مفهوم كيف؟ طيب هلا الفي اوتبوت على الفي على الفي انبوت هذا شو بيطلع؟ الاي في، هي الاي في ال تي اوريدي انا حسبتها، وهي الانبوت امبيدنس وهي الاوتبوت امبيدنس. لما نيجي نعوض الارقام فيهم طبعا بتطلع الاي اي ال تي قديش قيمتها؟ 2837. اوكي فيها اشاره سالبه، مهم كثير، واضح كيف؟ هلا الاي في اس تي هون
الاي في اس بي لو بدك تيجي تحسبها هاي باستخدام الصيغه الرياضيه بامكانك تعوض بشكل مباشر. شو بتساوي؟ ما بيجي واحد يجي، احنا كنا ناخذها في السنجل ستيج، هاي عباره عن الاي في نو لود هون. هلا في التو بورد سيستم بتحط اي في ال تي اللي هي الاوفر اول فولتج جين للتو ستيجز، مفهوم كيف؟ قديش حسبناها 13922 مضروبه في الانبوت امبيدنس زد ان 1 مقسومه على زد ان 1 زائد الار اس، هاي بيطلع معي الجواب النهائي. دائما الاي في اس تي قيمته اقل من الاي في ال تي. واضح قديش طلع معانا هون؟ 10428 اقل من دائما من 13922. ليش؟ لانه الجين هذا لما تحسبه دائما بيكون في عندي فولتج دروب على هاي الار اس، فبتكون الفي اس والفي ان مش متساويات، الفي اس دائما الجهد عليها اعلى بينما الانبوت فولتج هون بتكون الجهد اقل، مفهوم كيف؟ عشان الفولتج دروب اللي موجود على الار اس. فهون اذا كل ما بتزيد الار اس عندك يعني هذه تبعت السيجنال سورس، كل ما زادت قيمتها كل ما خلت الاوفر اول فولتج جين قليله. واضح؟ فعشان هيك بفضل تكون دائما الار اس قيمتها كثير قليله. طيب اخر شيء الاي اي اس هون، اي اي اس تي هي التعويض باستخدام المعادله هاي. الاي في اس تي اوريدي حسبنا قد ايش قيمتها 10428. الار اس موجوده سابقا 560، الانبوت امبيدنس 1971، ار ال 8.2 كيلو، فبتطلع معي الاي اي اس تي قديش قيمتها 2837 بالسالب. هلا خلصنا هذا المثال، في كمان مثال مهم كثير بدنا نتكلم عنه. هذا بستخدم هون في ميزه، في ادفانتج بستخدم هون ال بي جي تي بيست مع جيفت امبليفاير. يعني في عندنا هون فيت بيست امبليفاير مع بي جي تي بيست امبليفاير، بس هذا كيف جايب لك اياه؟ من المعطيات هلا اللي بدنا نقراها هون، بدنا نتوصل للدائره اللي موجوده هاي، الدائره هاي كثير مهمه. فلاحظ كيف انه هون بقول لك مالتي ستيج ار سي كابلد امبليفاير. شو يعني ار سي كابلد؟ بكون دائما في كاباسيتر رابط بين الستيج الاولى والستيج الثانيه، مفهوم كيف؟ consisting of two stages. The first stage is a JFET based self-biasing arrangement. واضح؟ هي السيلف بايس دائما هيك بيكون دائرته. Okay, this stage is utilized as a bypassed common source amplifier. هذه الconfiguration اللي موجودة هون استخدمتها bypassed common source amplifier. هلا لما تحكي common source، السيجنال سورس وين بتكون موجودة؟ على الجيت، والاوتبوت وين بيكون مربوط؟ على طرف الدرين، عشان نخلي السورس مشترك بين الانبوت والاوتبوت عشان يكون اسمه كومن سورس. هلا كلمه باي باس شو يعني؟ بيكون في عندنا باي باس كابستر على طرف السورس اول ذا مربوط مع الجراوند، عشان الار اس في السمول سيجنال هذه بتكون قيمتها صفر، مفهوم كيف؟ هيك بسهل علي التحليل بشكل كبير. طيب هاي المرحله الاولى خلصنا منها. هلا المرحله الثانيه The second stage is a BDT based voltage divider arrangement utilized as a bypassed common emitter amplifier. هلا هون اللي صاير المعطيات هذه بتخص الستيج الاولى، اما بينما المعطيات اللي بتخص الستيج الثانيه هي عباره عن تو بورد سيستم، معطيني زد انبوت وزد اوتبوت والاي في نو لود والار ال. فاول مطلوب هون حكي انه assuming انه the common emitter amplifier is reduced to a box او two port system, draw the entire multi-stage amplifier system showing the VMOT والRL including the capacitors. شوف كيف هون طالب منك ترسم the small signal equivalent model لل two stages، اخذا بعين الاعتبار انه المرحله الثانيه عباره عن two port system. فاذا هي two port system للمرحله الثانيه، وضحت عليها انه الـ AV no load قديش قيمته؟ زي ما هو معطيني هون 460، الانبوت امبيدنس قيمته 3.3 كيلو اوم، والاوتبوت امبيدنس 4.6 كيلو اوم. واضح كيف؟ بينما المرحله الاولى لازم تحطها بهذا الشكل، مفهوم كيف؟ لانه المرحله الاولى ما مش حاكي لك اعملها ريديوس بوكس. هون ليش عملناها بهذا الشكل؟ لانه هاي عباره عن البارامترز الاي في والزد انبوت والزد اوتبوت، بتمثل البارامترز تبعت التو بورد سيستم. واضح كيف؟ فهيك انت رسمت المالتي ستيج امبليفاير سيستم. واضح؟ مربوط عليهم طبعا السيجنال سورس جاي على مدخل الستيج رقم 1، واللود امبيدنس جاي على مخرج ستيج رقم 2.
هلا الخطوه اللي بعدها الدرو ذا سمول سيجنال ايكوفلنت موديل فور ذا كومن سورس امبليفاير، يعني فقط خذ الدائره اللي موجوده هون ورسم لها السمول سيجنال ايكوفلنت موديل مع الحفاظ على التو بورت سيستم للمرحله الثانيه، ما ترسم لها السمول سيجنال ايكوفلنت موديل، خليها زي ما هي. هيك الريكويرمنت الثاني طلب منك، حتى نقرا شو نفهم بالضبط شو اللي حكي. درو ذا سمول سيجنال ايكوفلنت موديل اوف الكومن سورس امبليفاير اند كيب ذا كومن emitter amplifier stage 2 reduced to assemble two port system، خليها زي ما هي، ما تلاقي ما ترسم لها two port system. واضح كيف؟ طبعا احنا هون لازم يكون في عندنا preliminary circuit، هذه preliminary circuit لازم يكون اي كابستر موجود عندي نعمله short circuit تجاوزا. فعندي كم كابستر موجود في الدائره؟ ثلاثه كابسترز اللي هم الكابلينج والباي باس، هذا بصير short circuit، هذا كمان short circuit وهذا short circuit. إذا سي 3 صارت شورت سيركت، السورس راح يكون افكتيفلي مربوط مع الجراوند بشكل مباشر. لاحظ كيف الجيت برضه جاي مع السيجنال سورس بشكل مباشر، وهي التو ستيجز مربوطين مع بعض هون بشكل مباشر. هلا هاي بدنا نرسم منها نطلع السمول سيجنال ايكوفلنت موديل، نيجي نستعيد عن الجيفت ان شانل جيفت الترانزستور هذا بالهايبريد ايكوفلنت موديل، هيك راح يكون شكل الدائره، سهل كثير. مفهوم كيف؟ على الانبوت سايد ايش في عندنا؟ الجيت ريزستر، وعلى الاوتبوت سايد في عندي الار دي موجوده بتكون مع الار دي سمول لتر على التوازي. مفهوم كيف؟ وهدول الاثنين شو جاي؟ يعني اذا تيجي تطلع طرف الدرين ايش في عندي انا؟ طرف الدرين راح تشوف هذا العنصر اللي هو التو بوت سيستم مع الار دي كيف جايين الاثنين مع بعض؟ على التوازي اكيد لانهم مشتركين في طرف الدرين من جهه، ومن الجهه الثانيه مشتركين في طرف الجراوند. واضح؟ فهيك بتطلع معي 100% الدائرة. اوكي. طبعا هون طالب انه نحسب الكومن سورس امبليفاير، خذ الكومن سورس امبليفاير بمعزل عن السكند ستيج، طلع البارامترز له حتى نقدر نحوله لتو بورت سيستم. بتقدرش تحوله لتو بورت سيستم زي ما انا شايفه هون بدون ما تحسب السمول سيجنال بارامترز. ايش هم السمول سيجنال بارامترز؟ الزد انبوت والزد اوتبوت والاي في نو لود. هلا نيجي بنحسب الزد انبوت، هون سهل جدا، عباره عن الجيت ريزستر. شايف كيف الميزه في الفيت بيست امبليفاير سيركت عن البي جي تي؟ انه انا اختياري للقيمه اللي موجوده هون هي بتكون عباره عن الانبوت امبيدنس. فهيك يعني بقدر في الكومن سورس بحط مقاومه، هذه جيت ريزستر، بقول قديش قيمه الجيت ريزستر اللي موجوده هون هي بتحدد مقدار الانبوت امبيدنس. مفهوم كيف؟ فالانبوت امبيدنس زي ما انت شايف 10 ميجا اوم. هلا عشان مقدارها كبير كثير هون راح تخلي الكرنت جين قيمته عاليه جدا. هلا بنشوفها الاوتبوت امبيدنس بكل بساطه نفس المفهوم اللي اخذناه سابقا، دائما في ايجاد الاوتبوت امبيدنس بنعمل كل على الكرنت سورس هذا، وبنطبق مثلا لما اخذنا هذه المرحله على حده، واضح؟ وبنطبق مثلا تيست فولتج سورس على المرحله الثانيه، بس لانه الكرنت سورس هذا ديبندنت، اي انه مقدار التيار اللي فيه بيعتمد على الجيت سورس فولتج اللي موجود على الانبوت، وانت تطبيقك لجهد على المخرج ما لسه ما بيعمل على هذا الديبندنت كرنت سورس ريأكتيفيشن، ما بيقدر يولد يطلع قيم للجيت سورس فولتج، فايش بتضلها ايش هاي؟ بتصير زي كانها independent current source. لما تكون independent current source بدي اعمل عليها كل، شو راح تصير؟ لانه تيارها بيعتمد على الفولتج سورس اللي موجوده هون او signal source، اذا هذه راح تصير عباره عن open circuit. فلما بدي اجي احسب الاوتبوت امبيدنس راح تساوي الار دي مقسومه على الانترنال او الاي سي درين ريزيستنس، عفوا هاي مع هاي على التوازي مع بعض. فلما نشوفهم على التوازي مع بعض تطلع معنا القيمه المكافيه قديش؟ 790. هاي حسبنا الانبوت والاوتبوت امبيدنس. اخر شيء هذه حكيناها مرات كثير سابقا، انه مهم كثير تحسب قديش الترانس كوندكتنس قبل ما تبلش تطلع النو لود فولتج جين. هلا الترانس كوندكتنس هذا بيعتمد على الانيشال ترانس كوندكتنس، ايجاد الانيشال ترانس كوندكتنس مباشر من خلال المعطيات. عندي الاي دي اس اس الماكسيمم درين كرنت قيمته 10 ملي امب والبنش اوف فولتج 4، لما نيجي نعوض طبعا هذه 5 ملي سيمنز. مفهوم كيف؟ هذه الانيشال ترانس كوندكتنس مع وجود قيمه للجيت سورس فولتج، هي قديش مع جيت سورس فولتج للكيو بوينت قديش بتساوي؟ استنى اشوف، هي جاهزه. اذا ما في داعي نعمل الدي سي اناليسيس زي ما كنا نعمل في الكترونكس واحد، هون بتقدر تعوض بشكل مباشر. فبتطلع معنا دائما الترانس كوندكتنس فاكتور
قيمته اقل من الانيشال ترانس كوندكتنس او الماكسيمم ترانس كوندكتنس. واضح كيف؟ طيب هلا اخذنا اوجدنا هذا الترانس كوندكتنس فاكتور، ايجاد النو لود فولتج جين. دائما الاوتبوت الانبوت فولتج بكل بساطه هو عباره عن الجيت سورس فولتج. واضح؟ الاوتبوت فولتج هون شو بده يساوي؟ بده يساوي الكرنت سورس هذا مضروب في المقاومتين هذول على التوازي مع بعض. فبنشوف انه الكرنت سورس عباره عن الاشاره اللي لازم تعطيها هون اشاره سالبه، لانه الاكتوال فولتج بولاريتي عكس ايش الاسيومد فولتج بولاريتي اللي موجوده على اطراف التو بورت سيستم. دائما في التو بورت سيستم بتكون الموجب لفوق السالب لتحت، بس القطبيه الفعليه هون كيف بتكون؟ السالب لفوق الموجب لتحت، عشان هيك لازم نعطي ايش؟ اشاره سالبه. فهذا الترانس كوندكتنس هاي مضروبه في الجيت سورس فولتج، لما ناخذها مع العنصرين هذول على التوازي مع بعض هيك اوجدنا الاوتبوت فولتج. هلا معادله رقم 3 و2 صاروا جاهزين نعوضهم في معادله رقم 1، بتطلع هيو حاطط خط هون، بيطلع عندك الاي في نو لود قديش بتطلع قيمته؟ هيو الترانس كوندكتنس مضروبه في الاوتبوت امبيدنس قديش بتطلع قيمته؟ قليله. هلا هذا دائما احنا الكومن سورس او الكومن درين والكومن جيت في الفيت بيست امبليفاير سيركت، الكرنت النو لود فولتج جين دائما بتكون قيمته قليله، بس لما تيجي تحسب اللود كرنت جين عشان الانبوت امبيدنس عالي جدا دائما بتكون له قيمه كثير كثير عاليه. واضح كيف؟ هلا الميزه في هاي الدائره مش انه اعطتني الاي في نو لود قيمه قليله، هذه ديس ادفانتج، بس الميزه فيها ان الانبوت امبيدنس تبعتها كثير عاليه. فهلا راح نشوف كيف راح. اذا جينا هون اخذنا هلا اوجدنا البارامترز تبعت التو بورت سيستم للمرحله الاولى، اوريدي انا عندي البارامترز تبعت التو بورت سيستم للمرحله الثانيه، اذا فيش عندي اي مشكله هلا احول المرحلتين للدائره اللي موجوده هون. واضح؟ هلا تحليل الدائره هاي مقارنه بالدائره هاي كثير اسهل لي، صح؟ هذه هلا بدي استعين فيها حتى اطلع ثلاث اشياء كثير مهمه حتى نقدر نحول التو ستيجز لسنجل ستيج زي ما انا شايفها هون. بدي اطلع ثلاث اشياء اللي هم الاوفر اول انبوت امبيدنس الشغله الاولى، الشغله الثانيه الاوفر اول اوتبوت امبيدنس للتو ستيجز، وبدي اطلع كمان الاوفر اول فولتج جين. هلا هون الاوفر اول انبوت امبيدنس هي عباره عن الممانعه اللي شايفها السيجنال سورس لما بتطلع على مدخل ستيج رقم واحد، ايش راح يشوف؟ سد انبوت واحد. فاذا الاوفر اول انبوت امبيدنس قديش قيمته؟ 10 ميجا اوم. إيه. استنى شوي كالكوليت اوفر اول فولتج جين. بس هذه يعني هذه الخطوه اللي حكيتها انا ما بتقدر، يعني حساب الاوفر اول فولتج جين ما بتقدر توجده بدون ما تحسب الاوفر اول input impedance والoutput impedance. طيب انا معلش بضيف مش مشكله، بضيف لك كمان سلايد وبحطها في requirement منفصله عشان افهمكم انه الاوفر اول input impedance للتو ستيجز حكيناها سابقا هي عباره عن الممانعه اللي شايفها السيجنال سورس لما بتطلع على التو ستيجز. فشو راح يشوف؟ راح يشوف زد input واحد قديش قيمتها؟ 10 ميجا اوم. الاوفر اول output impedance هي عبارة عن الممانعة اللي شايفها RL لما بتطلع على مخرج ستيج رقم 2، فايش راح يشوف معنا؟ راح يشوف زد اوتبوت 2 اللي قيمته 4.6 كيلو اوم. وين كاتبها انا؟ هلا مش كاتبها. طيب هلا لما بدنا نيجي نحسب هون الاوفر اول فولتج جين، حكينا في نقطة مهمة جدا، ممنوع من عن ذات حدا فيكم يجي يقول الاوفر اول فولتج جين هو عبارة عن النو لود فولتج جين على المرحلة الأولى مضروب في النو لود فولتج جين على المرحلة الثانية. البديهي هون انه ستيجز مربوطين مع بعض، فعشان مربوطين مع بعض ستيج رقم 2 افكتفلي هي عبارة عن الجاية شكلت لود على ستيج رقم 1، فأي فولتج جين بدك تحسبه على ستيج رقم 1 حسب الدائرة اللي شايفينها هون لازم يكون لودد فولتج جين. فاللودد فولتج جين بياخذ بعين الاعتبار انه الاوتبوت امبيدنس على ستيج رقم 1 افكتفلي هو عباره عن الانبوت امبيدنس على ستيج رقم 2، ايش بيساوي؟ قيمته 3.3 كيلو اوم. فهلا لما بعيد رسمه الدائره هاي بهذا الشكل، لاحظ كيف هي حطيت التو بورت سيستم لستيج رقم 1 مع السيجنال سورس، بس على الاوتبوت شو حطيت؟ الزد انبوت 2 قديش قيمتها؟ 3.3 كيلو اوم. فانا من هون بقدر اطلع اللودد فولتج جين. في حدا كاتب لي شيء؟ استنى اشوف. ستوب شير او فوت شير. الصوت بقطع.
لا بتبقاش. اوكي، حكينا احنا هون انه مهم جدا لما تيجي تحسب الاوفر اول فولتج جين لازم تاخذ تستعين بالدائره هاي. هلا بتلاحظ انه ستيج رقم 2 عشانها مربوطه مع ستيج رقم 1 صارت تشكل حمل على ستيج رقم 1. فهون بدك لما تيجي تقول تحسب الاوفر اول فولتج جين على ستيج رقم 1 لازم تحدد الاوتبوت امبيدنس اللي موجود عليها. الاوتبوت امبيدنس اللي موجود على ستيج رقم 1 افكتفلي هو عباره عن الانبوت امبيدنس اللي موجود على ستيج رقم 2، قديش بتساوي قيمته؟ 3.3 كيلو اوم. فاذا هون الرسمه هاي او التوضيح اللي شايفه انا هون بسهل علي كثير كيف احدد الاوتبوت امبيدنس على ستيج رقم 1 اللي بساوي ايش؟ زد انبوت 2. بعيد وبحكي هو عباره عن الانبوت امبيدنس على ستيج رقم 2. مفهوم كيف؟ هلا من هذه المعطيات اللي موجوده عندي بقدر اطلع الفولتج اللودد فولتج جين باستخدام الصيغ الرياضيه اللي اخذناها سابقا على السنجل ستيج. هاي معطيك اياها هون جاهزه، ما فيها ولا اي شيء جديد. كل اللي بدك تسويه تقول الاي في نو لود اللي موجوده على ستيج رقم 1 قيمتها 2.02، مفهوم كيف؟ مضروبه في الزد انبوت 2 3.3 كيلو اوم مقسومه على ال 3.3 زائد الزد اوتبوت 1. قديش بتساوي الزد اوتبوت 1؟ 790. فاذا بيطلع معنا الاي في ال دائما قيمته اقل. طبعا اذا اخذت له الابسوليوت بتكون قيمته اقل، اذا ضلوا سالب بتكون قيمته اعلى، بس احنا اعتبر انه ما في اشاره سالب ده، فبتكون الاي في ال دائما اقل من الاي في نولود. مفهوم كيف؟ هي خلصنا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه لاحظ كيف انه المرحله الثانيه هلا عشان مربوطه مع اللود امبيدنس ار ال، اللي راح يصير انه الجين هون ما راح يكون اي في نو لود، راح يكون عباره عن لود فولتج جين لانه ار ال مربوطه معه. فحسب الصيغه الرياضيه الرسمه اللي موجوده هون بتوضح لك شو راح تعمل بالضبط. حسب الصيغه الرياضيه هاي لاحظ كيف هون ار ال الاي في نو لود مضروبه في ار ال على ار ال زائد الزد اوتبوت 2، قديش قيمته؟ 4.7 كيلو اوم. فحسبنا هون الاي في اللودد فولتج جين على السكند ستيج، هي طلع معي بهذا الشكل. طبعا هلا الاوفر اول فولتج جين للتو ستيجز راح يكون الاي في ال 1 مضروبه في الاي في ال 2. اللي راح يصير معنا شوي الفولتج جين مش راح يكون عالي كثير، بس كيف الاشاره راح تكون موجبه، يعني مش راح يكون عندنا اي شكل من اشكال الفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتجز على المالتي ستيج، على المالتي ستيج سيستم امبليفاير سيستم. واضح؟ هلا الكالكوليت الاوفر اول فولتج جين هي طلع حسبنا القيمه الاولى والثانيه ضربناهم في بعض طلع معنا 339. هلا هون الشغله اللي بديهي جدا هذه الدوائر لاحظ ما في عليها سيجنال سورس. لو كان في عندي قيمه للار اس مثلا قيمتها 10، يعني السيجنال الامبيدنس اللي موجوده على السيجنال سورس لو كنت معطيك اياها قيمتها 10 اوم او 20 اوم او 30 اوم، طب هذه ال 10 اوم لو بدي اجي اقارنها بالانبوت امبيدنس اللي بيساوي 10 ميجا اوم شو صارت؟ تصفت معي كانها قيمتها اول الى صفر. عشان هيك دائما ما بنحسب الاي في اس والاي اي اس للدوائر الفيت بيست امبليفاير سيركت. ليش؟ لانه الار اس بعيد وبحكي قيمتها قديش بتكون قيمتها عالية بس بتطلع قليلة جدا جدا مقارنة بالانبوت امبيدنس. لاحظ كيف لو كان معطيك مثلا هون ار اس قيمته 10 اوم، الانبوت امبيدنس لاحظ كيف قديش قيمته 10 ميجا اوم. فعشان الفارق الشاسع بين الار اس والزد انبوت واحد دائما بتكون عندنا احنا خلص نوجد فقط اللودد فولتج واللودد كرنت جين، ما بنحسب الاي في اس والاي اي اس اللي هم تحت تاثير الار ال والار اس. بعيد وبحكي لانه الفارق الشاسع بين الانبوت امبيدنس والار اس بمكناش، يعني ما مش راح تشوف فرق لما تيجي تحسب الفرق، راح يكون ضئيل جدا لما تيجي تطلع مثلا بين الاي في اس مثلا والاي الاي في اس والاي في ال، راح يكون الفرق جدا ضئيل. واضح؟ فهون كل اللي بدنا نعمله بدنا نحسب قديش الاوفر اول كرنت جين. طبعا الاوفر اول لما تشوفوا اي اي ال تي واضح بكون تحت تاثير الار ال فقط.
فالتو بورت سيستم اللي موجوده هون هذه بتخص المالتي ستيج امبليفاير، تختلف عن السنجل ستيج، فيها عده بحكي لك ملاحظتين حكيناهم سابقا. الانبوت امبيدنس على المالتي ستيج امبليفاير زد انبوت واحد، ليش؟ لانه هذا بيمثل الاوفر اول انبوت امبيدنس على التو ستيج او المالتي ستيج امبليفاير سيستم. ايش بدي اساوي؟ الانبوت امبيدنس الاوفر اول انبوت امبيدنس قديش بتساوي قيمته؟ 10 ميجا اوم. واضح؟ فاين، لاحظ كيف انا حاطط هون 10 ميجا اوم، مفهوم كيف؟ بينما الاوتبوت امبيدنس ايش بتكون؟ عباره عن الممانعه اللي ظاهره على اطراف اللي بيشوفها الار ال لما بتطلع على مدخل، بتطلع على مخرج الستيج رقم 2. فايش شايف على مخرج الستيج رقم 2؟ الممانعه الداخليه شو بدها تكون؟ عباره عن ال 4.6 كيلو اوم. لاحظ كيف هي 4.6 كيلو اوم. طيب هلا الجين هون بتسال الطالب، هذه يا استاذي هل هي بتخص الجين الستيج رقم واحد او هي عباره، او هل هي الجين على الستيج رقم 2 او الاوفر اول فولتج جين؟ لا، هذه عباره عن الاوفر اول فولتج جين للتو ستيجز، حسبناها قبل شوي قديش طلعت معنا 339. هي واضح كيف؟ الار ال هي اللي كنت معطيك اياها سابقا اللي بتكون على مخرج ستيج رقم 2 قديش بتساوي 2.7 كيلو اوم. هلا بعد الرسمه هاي بامكاني انا اعوض الارقام، هي الصيغه الرياضيه تبعت اللودد كرنت، الاوفر اول لودد كرنت جين بيساوي اللودد فولتج جين 339 في الزد انبوت. طلع كيف؟ عشان الانبوت امبيدنس كثير قيمته عاليه بينما الار ال قيمته قليله، فلاحظ كيف قديش الكرنت جين طلع معي، فجدا قيمته كبيره. شو السبب؟ عشان استخدمنا المرحله الاولى كانت عباره عن فيت امبليفاير سيركت، واضح؟ الانبوت امبيدنس دائما بيكون تبعها كبير، فيكون لها تاثير مباشر على زياده الاوفر اول كرنت جين، بحيث طلع معي ان تيرمز اوف يعني بالملايين 1.256 ضرب 10^6. هذا كل شيء بيتعلق بالار سي كابل مالتي ستيج امبليفاير سيستم. اللقاء الجاي ان شاء الله راح نتكلم على الدايركت كابلينج، راح يتخلله تحليل دي سي اناليسيس.